اهلا وسهلا بكم وكل عام وانتم بخير، عساكم من عواده يا رب. احنا اليوم راح نتحدث عن الحلويات الاماراتيه وخصوصا في العيد اللي تكون موجوده على هذه الطاوله في العيد، ونتكلم ايضا عن الحلويات اللي هي الحلويات اللي دخلت على دوله الامارات اللي اجت من المطبخ الشامي او اللي اجت من برا. الحلويات الاماراتيه اللي تكون موجوده على الطاوله في العيد منها الجيمات المشهوره طبعا، في عندنا البثيثه، في عندنا عصيده البوبر، في عندنا الخبيصه، في عندنا الرنجينه، في عندنا محله، وفي عندنا محله زايد. هاي الاشياء التراديشنال التقليديه. اما الحلويات العصريه اللي هي دخلت على دوله الامارات سواء من المطبخ الشامي ام من مطابخ اخرى زي الكنافه او البسبوسه او البقلاوه او حتى التشيز كيك اللي اجى من 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 برا، او الكيكات اللي هي الغربيه، حتى بعد التشيز كيك صاروا ندخل عليه اشياء اماراتيه زي التمر، زي دبس التمر، الاشياء هذه. عساكم من عواده يا رب، كل عام وانتم بخير، ونتمنى انكم تزورونا في مطعم اصيله في فندق راديسون بلو. كل عام وانتم بخير. قدمنا لكم مع الشيف ربيع من مطعم الأصيلة بعض المأكولات الشعبية الإماراتية اللي هي تمثل بالحلويات الإماراتية اللي نقدر نقدمها كفوالة في العيد. عذاري السعدي، قناة الظفرة، دبي.